عروس، فراخ، بوري، كافوري، موسى، مياس، مكرونة، مرجان. سمك. شيل. صباح الخير. صباح النور. فريد منير صحفي. عايز سمك؟ لا، ريبورتاج. ريبورتاج؟ والله الصنف ده ما ظهرش. تاخد مياس؟ عايز اخد منك كلمتين. بكل ممنونية. صنعتك ايه؟ خبير في الاحياء المائية. وتعلمت الخبرة دي فين؟ اوه، في البحر. كام سنة عدتها في البحر؟ طول عمري اشوف، انما ان جيت للحق قد ما احبه بحرس منه. مساء الخير يا نادية. انت نادية صحيح؟ بتفتح يا اخي. طب امرت ايه انت نادية؟ لا افتح بقولك. الله. طب اذا كنت انت نادية صحيح، امك عليها كام عفريت؟ هو ده وقت هزار يا رجب؟ انا بهزر، ده انا ركبي سايبة. اذا كنت انت نادية بصحيح، قولي لامك مريوحة ولا لا؟ ايوه عليها اسياد. كام؟ واحد عربي وواحد تركي. ناقص واحد. ابو الغير. هو ده. تبقي نادية بصحيح. مساء الخير يا راجل. مساء الخير يا حضرة الصول. مساء النور يا راجل. يسلم ايديكي. ازاي الشغل دلوقتي في المستشفى؟ الحمد لله كويس، لكن يظهر اني حسبها قريب. هسيب المستشفى؟ ليه؟ جاني عريس النهارده. عريس؟ واتجوزتيه؟ ايه؟ واكون يا بنت عملتيها احسن بعدين اطلبك في بيت الطاعه. على فكره انت تعرف؟ انا معرفش واحد يفكر الافكار الوحشه دي. بقى اللي يفكر يتجوزني تبقى افكار وحشه. انت عاوزه اللي يقتلني نقول عليه دمه خفيف؟ عباس الزفر هو اللي طلبني. يطلبوا في بدرون جهنم يا كريم. وانا ما وافقتش وزعلت مع عمي بسبب. ليه؟ هي امك راضيه عنه؟ بس يبقى وقعتي سودا وقلبي بقى مخرز زي الكفته. ما تقدرش تقف قدامها وقفه رجاله. ايه الجبن ده؟ والجبن ده يعني انا شريه؟ ده انا مولود بيه. محدش بيتولد جبان. لا، في واحد اتولد جبان. مين ده؟ انا. كان حقك تطلع بطل زي ابوك. بس ما تفكرنيش بابوي. الله يرحمه كان بطل. كل الحته كانت تحلب بحياه الشاويش متولي. لحد ما مات الشاويش متولي. مات بطل، مات شهيد، مات سيد المركب اللي كان بيشتغل عليه. امال انا بكره البحر ليه؟ لانه ربى للرعب والجبن. الراجل راجل برجولته وشهامته وجرأته. امال انت راجل بايه؟ بشهاده ميلاد من وزاره الصحه. اسمي رجب. في بنت اسمها رجب؟ عيبك الوحيد خوفك وجبن. قلبك طيب. الله يخليك. نافع. خدوه. يا سلام لو كنت طلعت زي ابوك الله يرحمه. تشويش عطيه دايما يكلمني عنه ويقول لي هو ده الراجل اللي كان يملى عيني بصحيح. يا ما نفسي كنت اطلع بطل زيه. دوكها طول بعرض حمش يشخط الشخطه يزلزل الرجال يصغر الزغره ركب الناس تسيب. ما كانش بيخاف من السيف حتى لو كان على رقبته. يمكن كان زهقان من الدنيا الله يرحمه. وليه ما تقولش ان كان فاهم الدنيا صح؟ هو عمي قال ايه لعباس الزفر؟ يا سلام، يا ما كان نفسي اشوفك بطل وشجاع. افتكر ان ما كانش في واحده اسعد من مرات عمي الله يرحمها. ده الشاويش عطية. لا لا، اصرفي نظر عن الشاويش عطية كام يوم وانا هعمل لك مفاجأة بشرفي هتسعدك طول العمر. مش عارفة اصدقك ولا لا. صدقيني يا نادية. لما اشوف تصبح على خير. وانت من اهل حمدي. الجنسية فين؟
انا جنسيتي من الاصل مصري، ابويا وجدودي مصريين. زي ما قدمت شهاده حسن سير وسلوك لازم تقدم شهاده تثبت انك مصري. هي شهاده الميلاد مكتوب فيها ان جريج يا اخواتي. الله، بس طويس ده بقى مالطي ولا مصري؟ اتفضل اخرج من الصف. خرجت يا فندم. ناديه بتسلم عليك. ناديه مين؟ بنت عمي الصول في البحرية وحكيمة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هتقبلوني ان شاء الله وتعملوني صول زي نادية؟ صول كده من راحتك. بلا صول، خلوني زي شاويش عطية. عطية مين؟ انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. اتفضل. الفرز بعد اسبوع. يعني هتقبلوني اذا نجحت في الفرز؟ روح يا شيخ، ربنا ما يغلب لك مركب. اقعد بالعافية. اتفضل. مادام هنفكر في بعض هنبقى شايفين بعض يا كابتن. كابتن كده حته واحده بالنسبه لحماستك مش كتير، ده انت هوستني بالبحريه. ما هو علشان يكبر سلاحنا البحري، احنا محتاجين لشباب متحمس للدفاع عن بلدنا. عايز حاجه يا فندي؟ و اتفضل. وللانضمام للاسطول اللي له اكبر نصيب في الدفاع عن وطننا. بس خايفه لا ياخدوك في الغواصات. وماله، ياخدوني في اي سلاح. المتطوع لازم يكون قلبه جامد وعنده تصميم وعزم على خدمة بلاده، واخد بالك؟ والاستهتار بأي خطر. احنا لازم نكون الخطر الأكبر على كل خطر يهددنا. هتوحشني يا منير. كل ما هتفكري اني بعيد عنك لاني بخدم الوطن، ده هيطمنك عليا. وحاضر اتصل بيك ازاي؟ ايوه، اصل انا مش عارف هم هيودوني فين. شوشو، الوداع يا شوشو. نداء الوطن أقوى من نداء الحب. الوداع يا شوشو. وهيب محمود جبل الله. فندم. فتحي ابراهيم الصبان. فندم. خليل دياب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللي قولي والله يا استاذ. اي نعم. هي كلمة اساس بالسين ولا بالث؟ هذا يتوقف على المعنى المقصود. فإذا كنت تقصد متاعاً أي فراشاً فهي بالثاء، أما إذا كنت تقصد إرساء دعائم لشيء فهي بالسين. أفادك الله. أفهمت؟ والله لست بفاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تريد أن تقول؟ شوف أنا كتبت إيه. أي نعم. وكلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل والشويش عطية هما أساس. إذن فهي بالسين. عليك نور. تمهل. إيه؟ ماذا تريد أن تكتب؟ عايز أقول إن أساس تفكيري وشقلبت. شقلبت؟ هذا تعبير رديء ضعيف. عندي تعبير أجمل. الحقني بيه أبوس إيدك. اكتب الحافز. يعني بلاش أساس؟ بلاش الحافز على تغيير اتجاهي في الحياة إلى طريق أفضل ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. الله 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 الله. يا لطيف يا لطيف. أهي بطولات دي يا أستاذ بقالي 6 أشهر بدور عليها. كلامك الحلو اللي بتقوله ده. دي استوانة انا حافظها، بروصها لاي بنت اكون عايز اخلص منها. تخلص منها وتخلص منها ليه؟ عشان اشوف غيرها. واحدة اكون قعدت معاها يومين ثلاثة تعبت منها، اخلص منها ازاي؟ اروح متطوع في البحرية. يا سلام. والحكاية دي بتعملها كتير؟ حوالي 4 مرات، كل مرة اطلع شرك. شرك ازاي وانت واقف قدامي زي الطورة اهو. ايوه بس انا عندي اصابة في رجلي، كل ما يكشفوا عليها يطلعوني غير لايق. غير لايق وبعدين تدور على واحدة تانية. شعبان رمضان متولي. افنندم عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. منير احمد توفيق. ايوه جاي. قول وداي. قول اللي اشتريت دكتورين
شغال زي الحديد يا دكتور، بس رجلي هي اللي هتضيع الدنيا. ملناش دعوه برجلك. الا قول لي هي امتى هتظهر النتيجه؟ وقت ما يشاؤون. اهدى اهدى، هو انا هيهدى بالي ولا حيروق بالي الا لما اسمع كلمه نفر وياخدوني؟ لا شك عندي في انني مقبول. ازاي؟ عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب. يا بختك، انا متاكد ان انا مرفوض، بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقولها. ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح. لا تكن عجولا، اثبت. الا قول لي مش ممكن تقرا لي عديه ياسينيا؟ انت اسمك ايه يا أخ؟ عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. وحضرتك؟ انا اسمي منير احمد توفيق. ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي. تشرفنا جدا. اوكي سيدي، اوكي سيدي. رجب شعبان رمضان متولي. افندم. عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. بس يا جماعه مش قلت لكم؟ خليل ضياف رجلي. السلام عليكم. محمد احمد بدر. منير احمد توفيق. منير احمد توفيق. انا اسمي في كشف المقبولين. ايوه عسكري. بص يا عسكري رجب قدامك، ما يتلفتش حواليك. بعدين معاك يا عسكري رجب. للشمال مل، للشمال مل. اعدل نفسك، الشمال مل على الحاز اللي جنبك، اللي على يمينك، بس توقف ثابت. جنبا. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. خد يا عسكري عبد البر من دوية. يا عبد البر. واقف ثابت، بص قدامك على الجنب. خد من دوية. حاضر. واقف ثابت. واقف ثابت يا عسكري عبد البر. وقف ثابت. اثبت. الناس بده وقف ثابت. وقف بص قدامك بقى ما تكلمش. خد من ده عسكري رجب. امسكها كويس. بص قدامك. اثبت ده، بص قدامك. هاتي فول. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واه مطلوب. واه مطلوب. انت عسكري رجب. شيل من دوية. شيل يا عسكري من دوية. شيل يا عسكري من دوية. وقف يا عسكري عبد البر مطلوب. بلاش حالك يا عسكري منير، بلاش تحكي. اعدل من دوية على كتفك. اعدل من دوية على كتفك واقف ثابت. بس اثبت. سلام. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. انت ما عملتش سلام سلاح يا عسكري رجب، ما تعرفش. لا يا فندم. اعمل سلام سلاح. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انت عسكري، عسكري رجب. واقف بص قدامك. هاتي فن. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثبت. انت عسكري رجب. ايوه اثبت. بص قدامك، بص قدامك. اقف ثابت. اعدل من دوية. بلاش تحكي يا عسكري منير. جنبا. واحد ثلاثة. واحد ثلاثة. فصلة صفا. العسكري رجب والعسكري منير والعسكري عبد البر. انتباه. خطوة للأمام. فرش. بلاش تحكي يا عسكري منير. خطوة العسكري رجب. خطوة الأمام. فرش. انت رايح فين؟ خش في الصفك اهو. وقف. وقف يا عسكري. وقف انتباه. هات الفول. اسرح. واحد اثنين. واحد اثنين. حط من ده على كده. انت تحت كمان. ايوه كده. بس اقف ثابت. بص قدامك. مايلا. اسرح. واحد اثنين. ضيع من دوية. ايوه كده. ليه من دور. سريعا. فرش. ده الخلف. قر. لا الخلف قر. لا الخلف قر. لا الخلف قر. لا الخلف قر. انا مت بقى ابوس راس. ما حالك يا سيد اهو. اثبت. تعالى يا عسكري رجب. تعالى يا عسكري رجب. تيجي المكتب محبوس. فضيلة المراهق. لا لا مام اضر. كما كنت. لا لا مام اضر. الى الله. فضيلة الاولى. ايه ها. الدوران للخلف. الخلف. فضيلة القاقر على الشمال. معتدان. فرش. شمال يمين. شمال يمين. شمال يمين. الدوران للخلف. للخلف. شمال يمين. مين بالثلاثات؟ لليمين. رايح فين يا عسكري؟ رايح فين يا عسكري؟ يا فندم هم غلطانين. أفهم سابوني. أبو نفذ. وقفت مع الندى ونفذ مظبوط.
ده الخلف. النجم مش ليك يا عسكري، ده للفصيله. خلف دور انت. اقف ثابت يا عسكري رجب. مش سامع حاجه خالص، انت مش مخك معانا. لا ده الخلف. محلك بالخطوه السريعه عسكري رجب، اجري. الفصيله تتقدم لا اليمين على اليمين. ثابت على اليمين. بص يمينك. لا الامام اضغط كما كنت. لا الامام اضغط كما كنت. لا الامام اضغط كما كنت. لا الامام اضغط. حرك الشمال بالثلاثات. لا الشمال على الشمال. الشمال لف معتدل. هرش اصل دليل الشمال، طول دليل اليمين. كل ثلاثة مع بعض ارفع ايدك فوق. شمال يمين شمال يمين. رايح فين يا عسكري يا رجب؟ ايدك الشمال فين يا عسكري يا رجب؟ سلاح قف عسكري رجب الخلف دور سريعا. ارش يا عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين. خلص تنظيم قف. مش عارف الطابور؟ ايوه غلطت اخر مره ندخلك المكتب محظوظ. اسف يا فندم اخر مره. حاضر غلطت ثاني مره. حاضر دوران لليمين. لا اليمين هر هر. يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دوس. اعمل الشمال دور. لا اليمين هر. وانت كده هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال فين. ايدك اليمين اليمين فين الشمال؟ اهي. طب لخبطهم كده اعملهم كده ببعض. اهم يا فندم. ثابت فين ايدك اليمين ولا الشمال فين؟ ما انت لخبطتهم يا فندم. يا عسكري ايدك اليمين اهي. ايوه لازم يا خلاص الدور دوت على ايدك اليمين دي بخوف. لا اليمين هر هر. لا الشمال هر. لا اليمين هر. لا الشمال هر. لا اليمين هر. وحلك يا عسكري رجل خطوة ثانية. رجل عسكري اشراف بالطابور. اشراف بالسرايا. اشراف الفصائل. يا رب اليمنى ام اليسرى؟ اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشملة. الفصل الثاني الدوران بالعدد. يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى اليمنى واصابع القدم اليسرى اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى. انت اخيرا. لو كنت لازم تقرأ في سرك. لو قرأت في سري لن أفهم شيئا. ليه؟ هتفهم بعقلك ولا بوجهك؟ أنا حر أفهم كما أريد وأشتهي. الكلام ده لما تكون لوحدك مش تصدع لنا دماغنا؟ بعد إتمام الحركة الأولى يجب أن تكون القدم اليمنى مبسوطة على الأرض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى. إلها تنخمد يا شيخ. اثنين مع ثانية نفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى النشاط يعني القدم اليمنى. الفصل الحادي عشر. الفصل الحادي عشر. وكل ده عشان أخلص من شوشو. هي شوشو كانت وحشة؟ ده أنت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز. ده أنا نفسي حاسس إني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني.